السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة جيزر. أولا لا تنسى عمل اشتراك للقناة وتدعمنا بالفيديو وتعمل لايك للفيديو، وشكرا لكم على حسن المتابعة. اليوم بدنا نحكي عن 50 نصيحة لحمل صحي وسليم. تبقى أن تستمتعي بلحظات الولادة قدر الإمكان، لأنها لحظات نادرة ومميزة في حياة كل امرأة، ولكي تستمتعي بها أكثر من المهم أن تجعليها أكثر سهولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة منذ اللحظة التي تقررين فيها الإنجاب حتى لحظة الولادة. اليوم سأطرح عليكم 50 نصيحة تسهل عليك اللحظات التي تصبحين فيها أما جديدة وجيدة. أولا، استشيري الطبيب قبل أن تصبحي حاملا. ابدأي بتغيير عاداتك الغذائية واتبعي نظاما غذائيا متنوعا. مارس الرياضة منذ ما قبل الحمل لكي تحافظ على رشاقتك خلال الحمل وتقللي من احتمال الإجهاض ومن أعراض الحمل المزعجة. اكتسبي ثقافة عن الحمل بالحصول على كل المعلومات من المجلات والكتب المعتمدة. تناولي نوعا جديدا من الخضار لم تتناوليه سابقا. اقرأي كتابا خاصا عن الحمل. أوقفي وسائل منع الحمل قبل 3 أشهر من محاولة الإنجاب. أوقف التدخين سواء كان سلبيا أو إيجابية، ويمكنك الحصول على المساعدة لذلك. تناولي الفيتامينات قبل محاولة الإنجاب، وتأكدي من أنها تحتوي على 4 مليغرامات من حامض الفوليك. اطلبي من زوجك اتباع العادات الصحية نفسها التي تنوين اتباعها. راقبي دورتك الشهرية، فهذا يساعدك على معرفة المواعيد المناسبة للحمل، وتلك الذي أصبحت فيها حاملا فعلا. إذا كنت تبحثين عن طبيب نسائي جديد قابليه قبل أن تصبحي حاملا. اسألي أصدقائك عن الحمل وتجنبي الأدوية الكيميائية التي قد تؤذي طفلك. زوري طبيب الأسنان قبل أن تصبحي حاملا. اخبري أي طبيب تزورينه أنك حامل عندما تصبحين حاملا، لكي تتجنبي خطر التعرض لفحوص قد تكون مؤذية لجنينك. لا تقتربي كثيرا من الحيوانات وخاصة القطط. تذكر أنه يمكن أن يمر عام قبل أن تصبحي حاملا. أما إذا كنت تحاولين منذ أكثر من عام وتخطيت عمر 35 سنة، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب. تصرفي قبل حملك كما لو كنت حاملا، كأن تمتنعي عن التدخين. اعلني حملك عندما تصبحين جاهزة لذلك. تحدثي إلى والديك لاستشارتهما حول هذه التجربة الجديدة بالنسبة إليك. استريحي من وقت إلى آخر عندما تسنح لك الفرصة. ابدأي بتدوين يومياتك لكي تتمكن من تسجيل التفاصيل. تبعي علاجات طبيعية بدل من استعمال الأدوية لبعض المشكلات الصحية كالغثيان والحرق والإمساك. اشربي لترا ونصف لتر من الماء يوميا على الأقل. اقرأي المزيد من الكتب عن الحمل. انضمي إلى صف اليوغا والرياضة التي ما قبل الولادة. تحققي من مواعيدك لدى الطبيب وتأكدي ما إذا كان ممكنا تغييرها إذا عانيت من أي مشكلة ما. انضمي إلى صف خاص للحمل في مراحله الأولى. تذكري أن تضيفي 300 وحدة حرارية أو 500 وحدة يوميا خلال حملك. حاولي اتخاذ إجراءات تسهل عليك مرحلة ما بعد الولادة. استشيري طبيبك حول أعراض الولادة المبكرة. احرصي على التحدث مع زوجك حول تفرغه لك في فترة الولادة. دوني في دفتر برنامجك الغذائي اليومي. إذا كنت تغيرين ديكور منزلك، تجنبي أن تكون فيه لدى استعمال الدهان أو أي مواد كيماوية أخرى. كما أنه من الضروري أن تبقى النوافذ مفتوحة وهناك منافذ للتهوية. حاول الاهتمام بطفل صديقة لك أثناء غيابها لكي تتعلمي كيفية العناية بالأطفال. التحقي بصف تتعلمين فيه كل ما يتعلق بالإنجاب ورعاية الطفل. تعتبر السباحة مهمة جدا في أواخر الحمل، فهي تساعدك في التخلص من التوتر الذي تعانينه، كما أنها تشعرك بأنك أقل وزنا وأكثر نشاطا. التحقي بصف لتعلم كيفية إرضاع الطفل وأهميته. مارسي بعض حركات المط قبل النوم لكي تتجنبي تشنجات الساقين. تابعي ممارسة الرياضة في كل مراحل الحمل حتى إذا اضطررت للتخفيف من حدتها، فهذا يساعدك في الإنجاب بسهولة أكبر. ضعي برنامجا خاصا بك للولادة
وما تتوقعينه من هذه التجربة واطلعي طبيبك على ذلك. حضري الكاميرا لتصوير هذه اللحظات المميزة. حاولي ممارسة تمارين الاسترخاء قدر الإمكان، على الأقل مرة واحدة في اليوم. مارس التمارين الخاصة للحوض لتجنب آلام الظهر التي قد تتعرضين لها في أواخر الحمل، كما يساعد ذلك في تحسين وضعية الجنين. حضري حقائبك وكل الأوراق اللازمة المقررة عند الإنجاب في المستشفى. راجعي باستمرار أعراض المخاض وخذي صورا لك قبل الولادة وبعد الولادة. اقرأي قصصا عن الولادة. تلذذي بلحظات الولادة قدر الإمكان لأنها مميزة ونادرة، وابتعدي عن كل ما يجعلك تتوترين أو تشدين أعصابك، لأن ذلك يضر بك وبصحتك وبصحة الجنين النفسية. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، ويا ريت تعملوا فولو للقناة سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو وشير. وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى، يعطيكم ألف عافية. دمتم بأمان وسلام. يعاني نسبة 50 إلى 70% من الحوامل من ظهور البقع البنية في فترة الحمل، وفيما يبدو أن العامل الجيني يلعب دورا في ذلك، وتعتبر النساء الآسيويات واللاتينيات أكثر عرضة لهذه المشكلة المزعجة. أما السبب المباشر لهذه البقع فلا يزال مجهولا، ولكن قد تنتج عن ارتفاعات المستويات هرمونات الاستروجين والبروجستيرون التي تؤثر في الخلايا التي تفرز الميلانين، وهذه هي الميلانين هي صبغة في الجسد وتكون تحديدا تحت الجلد، مما يسبب تلون البشرة في هذه المواضع التي تصبح بنية لمجرد تعرض لأشعة الشمس. صحيح أن هذه البقع قد تزول تلقائيا وقد لا تتطلب علاجا للقضاء عليها، إذ أنها تختفي وما إن تعود مستويات الهرمونات إلى طبيعتها، حيث يمكن أن تلاحظ الحامل أن البقعة تختفي تدريجيا دون مجهود. لكن هذا لا يعني أنه يجب عدم اتخاذ أي إجراء لتجنبها، وهنا تعتبر حماية البشرة بالكريم الواقي من الشمس خطوة لا بد منها، وإلا ستبقى البقع داكنة، مع الإشارة إلى أن بعض النساء يلاحظن أن البقع لم تختفي مع انتهاء الحمل وبعد فترة من الولادة. في هذه الحالة ثم حاجة إلى استشارة الطبيب حول ضرورة استعمال كريمات تفتيح البشرة، لكن في كل الحالات لابد من التشديد على أهمية البشرة وحمايتها من أشعة الشمس خلال الحمل وبعده، وحماية البشرة من الشمس ضرورية في كل الأوقات. وشكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو، ويعطيكم ألف ألف عافية. وأنا راح أحط لكم قريبا رابط لهذا الملف اللي هو الباوربوينت عشان يكون عندكم تحتفظوا فيه وتتبعوا التعليمات. وشكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.